الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله ويانا ومشاهدينا الكرام في حلقة نهاية الأسبوع من برنامج حياتنا وفي هذه الحلقة إن شاء الله راح تكون فيها الكثير من المواضيع اللي راح نتكلم عنها في برنامج حياتنا في تلفزيون قطر ولكن في البداية أحب أمسي على أخوي عبد الرحمن يا أخي عبد الرحمن من زمان ما طلعنا مع بعض ولا قدمنا مع بعض مساك الله بالخير مساء النور واليوم انا مجهز لك سؤال بعوضه الجزء الثاني. <applause> مشاهدينا الكرام مساكم الله بالخير في ختام هذا الأسبوع إن شاء الله نحاول يعني نجمل لكم ما حصل في الأسبوع هذا من فعاليات وإنجازات وأرقام قياسية وجوائز تحصلت عليها دولة قطر عبر جهات ووزارات معينة عبدالله الله عطنا نبذة أكيد يعني برنامجنا اليوم راح نتكلم فيه عن الكثير من الأمور، راح نبدأ أيضاً مع الأكاديمية الأولمبية القطرية، وأيضاً عندنا مواضيع وتقارير عن جامعة قطر، والكثير من المواضيع اللي راح نتكلم عنها إن شاء الله في حلقة اليوم، ولكن عبد الرحمن خلينا نبدأ حلقتنا بوزارة العمل، إيش رأيك؟ يلا يلا، وزارة العمل ايش رايك يلا وزاره العمل طبعا قامت تجاه الشركات المخالفة للإجراءات اللازمة لحماية العمال من مخاطر الإجهاد الحراري. أيضا مشاهدينا الكرام بشائر أو باشرة مفتشي إدارة تفتيش العمل بوزارة العمل مهامهم للقيام بإجراءات التفتيش ومعاينة مواقع العمل واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة طبعا وذلك تجاه الشركات المخالفة للإجراءات اللازمة لحماية العمال من مخاطر الإجهاد الحراري والتي تصل مخالفتها إلى إغلاق الموقع كذلك مشاهدي الكرام تكلمنا في حلقه سابقه عن اعطاء العامل والاجير حقا من الراحه في مثل هذه الظروف القاسيه ويعني مثل ما انتم عارفين الاجراءات هذه تاتي تطبيقا لاحكام يعني الدوله والوزاره وتماشيا مع القانون لرعايه حق العمال وتفادي الضربات الحراريه وايضا لا قدر الله تاخر سير العمل خصوصا مقبلين على نعم. كاس العالم ورؤية قطر نعم يعني هذا التطبيق مشاهدينا الكرام يشكل أيضا قرار أحد خطوات إصلاح سوق العمل والتي انتهجها وتبناها تبنتها دولة قطر والتي تسهم في خلق بيئة عمل مناسبة وآمنة للعمال وتعمل على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار صحيح عبد الله وهذا مشاهدين القرار يسري تنفيذه اعتبارا من الأول من يونيو لغاية 15 من سبتمبر والذي يقضي بايقاف الاعمال يعني في الاماكن الخارجيه طبعا والمكشوفه او المظلله وغير المزوده بوسائل التهويه المناسبه خلال ساعات العمل ابتداء من العاشره صباحا وحتى الثالثه والنصف. طبعا يعني يمثل قرار الحمايه من الاجهاد الحراري مشاهدين الكرام تجربه مميزه لدوله قطر في قطاع العمل ويتم اشراك دول صديقه للاستفاده من هذه هي التجربه. يعني, يعني تفضل عبد الله توقع يعني هذا القرار هو ليس قرار نابع من من القانون فقط، هو قرار م. نابع من دين ومن عادات ومن تقاليد ومن انسانيه، لذلك يعني لابد دائما من يعني ربط كل هذه الاشياء مع بعض خصوصا المقبلين على رساله م. وكاس عالم فيجب ان نكون رسل لعاداتنا وتقاليدنا وللعرب وللمسلمين ولآسيا اكيد يعني وياكم مشاهدينا الكرام بعد ما شفنا هذا الموضوع وتكلمنا عنه ننتقل لموضوع اخر حيث ضمن سلسله الندوات التي يحتضنها صالون بيت الصليطي للموسيقى نظم مركز شؤون الموسيقى التابع لوزاره الثقافه مساء امس ندوه عن فن النهمه فن ايه فن فن النهمه النهمه إيه؟ طيب انا ما اعرف النهمه تعرفها انا صراحه بعد ما اعرفها في تقرير عندك عندي تقرير ايش رايك نروح التقرير نشوف التقرير اي طبعا خلنا نكمل قبلها شوي عبد الرحمن طبعا يعتبر صالون بيت الصليطي لو نتكلم عنه للموسيقى هو الفضاء المناسب لاقامه هذه الفعاليات اللي تعود بنا الى الزمن الجميل الحين راح نشوف فن النهمه ونشوف هذا التقرير عبد الرحمن ونرجع ايش رايك اذا مشاهدي الكرام خلنا نشوف النهمه وهذا التقرير عن بيت الصليطي للفن ثم نعود النهمة هي صوغ فني غنائي ولون من ألوان الفولكلور الشعبي الذي ارتبط برحلات البحر منذ زمن قديم، وغدا تراثا فنيا بقواعده الموسيقية والشعرية، وأهم الفنون الشعبية في جلسات السمر والمهرجانات في صالون بيت السليطي التابع لمركز بيت الموسيقى ابحرت مركب الذكريات مصطحبه نهمات الحادي ومقاطع غنائيه تؤكد على اهتمام وزاره الثقافه بتوثيق هذا الفن العريق. توضيح هذا الفن من من كل النواحي وكيفيه اداءه وكيف والالات المستخدمه في هذا الفن، لذلك احنا من نوع من الحفاظ على هذا الموروث هو اقامه هذه الندوه بهذا بهذا الفن وطرح هذا الفن وشرحه من كل النواحي. لم يكن النهام مغنيا يؤتي لرغبه ذاتيه فقط وانما كان ضروره ملحه اقتضتها حاجه العمل البحري المجهد ليخفف عن البحاره والعاملين في السفينه حالات التعب ويشحذ هممهم لاستخراج اللؤلؤ النهام طبعا هو العنصر الرئيسي اللي تقوم عليه رحله الغوص كلها ورحله الغوص طبعا يتمثل العصب الاقتصادي الأهم في الأيام قبل ظهور النفط طبعاً دور النهام طبعاً هذا يعتبر عبقرية من هؤلاء الناس البساطة إنهم قدروا يحولون هؤلاء الناس أو يعتمدون شخصية معينة اعتبارية تقوم بدور الطبيب النفسي لهؤلاء الناس بحيث إنهم يتحولون من ناس عاديين إلى ناس منتجين. عرفت الندوه بفن النهمه وجميع انواعها ومقاماتها وايقاعاتها والحقبه الزمنيه التي كان للنهامين فيها دور فاعل في الحياه الاقتصاديه في قطر والخليج والتي كان البحر اساسها رجعنا لكم مشاهدي الكرام لازم تكون حلقه يوم الخميس يعني فيها 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 روح شوي عبد الله دائما عنده برنامج يقدم مسابقات أيه. فاحنا اليوم بنسال عبد الله هو دائما يسال الناس <applause> الحين تشوف تقرير النهمه ايش النهمه باختصار يعني طبعا يعني مثل ما ذكرنا في التقرير طبعا فن النهم من الفنون المميزه جدا والفنون اللي اجدادنا ابائنا قبل كان يعني النهام كان وجوده مهم جدا في الرحلات البحريه اللي يطلعونها على اساس انه يعني انت يوم تطلع عبد الرحمن في رحلات بحريه او يعني اجدادنا وابنا يوم كانوا يطلعون قبل وجود النهام مهم لانه كان يعني ينسيهم شوي التعب اللي كانوا يتعبونه يحمسهم اكثر على اساس انه يسعون اكثر لاستخراج اللؤلؤ هذا بما يتعلق في البحر والتراث البحري، م. ايضا التراث اهل البر كذلك كان يكون عندهم واحد يسمونه الحادي او يعني يحدو بالقصيد او الهجيني فهذا يسلي القوافل حتى تصل الى مرادها وكانت يعني هذه عاده تستخدم قديما عند العرب في الحروب وفي سفرات طويله يكون هناك من يقصر عليهم هذه المسافات طيب عبد الله عندنا الحين. اكيد عندنا طبعا وياكم مشاهدينا الكرام بان تواصل دوله قطر العمل على تعزيز جهود مكافحه استهلاك التبغ بمختلف انواعه وذلك بالتعاون بين وزاره الصحه العامه ومؤسستي حمد الطبيه والرعايه الصحيه الاوليه والجهات المعنيه نعم وتزداد اعداد عيادات الاقلاع عن التدخين عاما بعد عام مزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع بعد هذا الفاصل نطلع فاصل عبد الله لا نشوف التقرير ونرجع بعد هذا التقرير وياكم مشاهدينا الكرام بفضل تشريعاتها الصارمه لمكافحه التدخين وحظره في الاماكن المغلقه فان دوله قطر تتمتع اليوم ببيئه خاليه من ملوثات التدخين وتعمل حاليا على تفعيل كافه التشريعات والانظمه التي تبقيها ضمن افضل دول المنطقه في هذا المجال وفي مقابل تشديد الاجراءات والقوانين لمكافحه التدخين فان الدوله وفرت كافه الامكانيات لمساعده المدخنين على الاقلاع عن التدخين من خلال مركز مكافحه التدخين التابع لمؤسسه حمد الطبيه والمعترف به كمركز معتمد من قبل منظمه الصحه العالميه، فضلا عن توفير عيادات الاقلاع عن التدخين بمراكز الرعايه الصحيه الاوليه. يشار الى ان دوله قطر وضعت مكافحه التدخين ضمن مكونات واولويات استراتيجيه وزاره الصحه العامه للتنميه المستدامه. وهي تشارك بفعاليه في اليوم العالمي للامتناع عن التدخين في الحادي والثلاثين من مايو من كل عام وهو اليوم الذي تتكثف فيه الانشطه العالميه للتوعيه بمضار التدخين وايجاد طرق ووسائل لتشجيع المدخنين على الاقلاع عن هذه العاده المميته طبعا مشاهدينا الكرام نشكر الجهات المعنيه على من وزارات الدوله ومؤسسات الدوله على مساعده الشباب والمجتمع على الاقلاع عن هذه الظاهره الغير حميده اللي هي الاقلاع عن التدخين فكل شكر لهم ونشكرهم صراحه على الاعداد الكبيره المتزايده يعني صراحه انا قرات السنتين الاخيره اقلع عن التدخين عدد كبير جدا خصوصا من فئه الشباب. عبد الله؟ اكيد يعني هذا الموضوع يعني جدا مهم هو موضوع الاقلاع عن التدخين احنا قاعدين نشوف الكثير من الحملات التي تقام والكثير من ال ال الندوات اللي تقام على اساس ان الشباب يقلعون عن هذه العاده السيئه لأنه ما منها فائده عبد الرحمن في النهايه يعني. لا خصوصا بعد رفع قيمه التبغ والضريبه عليه في العالم هذا ايضا ساعد الناس بدات الناس تحسب في السنوات الاخيره بدات الناس تحسب تقول انا بدال ما ادفع على عادة سيئة مضر لصحتي مضر لأبنائي مضر لبيتي مضر لسيارتي مضر لنظافتي الشكلي العام فالحمد لله تم الإقلاع عن التدخين عبد الله تسمح لنا نطلع فضل. في الموضوع الثاني اكيد ضيفنا. ضيفنا موجود <applause> مشاهدينا الكرام نظمت الاكاديميه الاولمبيه القطريه محاضرات الفصل الثالث من برنامج الدبلوم المتقدم لاداره المؤسسات الرياضيه. طبعا تعد هذه النسخه مشاهدينا الكرام الثانيه عشره لهذه المحاضرات النوعيه التي شارك فيها هذا العام 27 دارسا. وللحديث اكثر مشاهدينا الكرام عن الفصل الثالث من دبلوم اداره المؤسسات الرياضيه والاولمبيه القطريه سعدنا ان نستضيف الدكتور خالد القحطاني رئيس الاعلام والتسويق في الاكاديميه الاولمبيه القطريه حياك الله دكتور. انت ما تسال يعني انت, انت زميلنا مذيع وانت في قلب الحدث فعطنا زبده هذا الحدث ولخصنا الموضوع باختصار احنا ما راح نسلك عبد الله هذه الاسئله خلاص ما في <applause> <applause> الله يجزاك من الجنه يا مرحبا وسهلا ورحب بالمشاهدين الكرام وسعيد جدا بوجودي معكم اليوم احنا بالنسبه لنا في الاكاديميه الاولمبيه نعتبر من اول 20 اكاديميه على مستوى العالم طبقنا او وضعنا برنامج دبلوم اداره المؤسسات الرياضيه اول اكاديميه اللي اللي عربت هذا العلم وقدمته باللغه العربيه وصلنا مثل ما تفضلتوا الى النسخه رقم 12 في هذا العام كل عام واحنا نستقطب فئات جديده طبعا البرنامج متاح للجميع لمن يرغب في اكتساب العلم ليس حكرا على فئه معينه او قطاع معين ولا جنسيه معينه ولا حتى اي احد الكل متاح له يكون جميل. متواجد في هذا البرنامج البرنامج مدته سبع شهور آه ست فصول آه بواقع ثلاثة أيام في كل شهر آه كل فصل أو كل شهر تدرس آه مادة معينة أو برنامج معين ف آه تدرس اول شيء الهيكل التنظيمي للمؤسسات الرياضيه، بعدها تدرس اداره الموارد البشريه، الاداره آه تدرس الاداره الماليه، تدرس التخطيط الأحداث الرياضيه، اداره الازمات وغيرها من من العلوم اللي كل فصل آه تاخذ فيها العلم هذا وعندك في بداية كل فصل لازم تقدم برزنتيشن عن الفصل السابق عندك خمس دقائق لازم تقدم عرض تقديمي لمشروعك في ما يخص الفصل السابق بالنسبة غير الاختبار النظري لازم تقدمه والواجب نعم يعني احنا قاعدين نشوف ان في محاور كثيره ذكرتها خلال الفصول كلها الموجوده ولكن لو نتكلم عن هذا الفصل بالذات يعني انتم الحين وصلتوا لسنوات عديده من هذا البرنامج ففي هذا الفصل شلون ممكن انه راح ينعكس على الدارسين وياكم في الفصل ومن خلال اللي كانوا موجودين معاكم الفصول اللي طافت شنو نعم. الاشياء اللي شفتوها مع نهايه الفصول نعم. احنا نتكلم هذا الفصل الماده العلميه هي اداره الموارد البشريه في المؤسسات الرياضيه فانت م. تتكلم عن كيف تعد هيكل تنظيمي كيف تكون كيان مؤسسي وترتب الهيكل التنظيمي الخاص فيك سواء لمؤسسه رياضيه او لحدث رياضي يعني حلو. طبعا ما ينطبق حتى هي معلومه انه ما ينطبق على الشان الرياضي ينطبق على غيره فاليوم انت لما تكون هيكل تنظيمي لمؤسسه هي رياضيه وغير رياضيه نفس الشيء امثلتنا دائما في المجال في المجال الرياضي. كيفيه تطوير الموارد البشريه؟ ما هي الخطط اللي يجب وضعها لتطوير هذا هذه الموارد البشريه اللي عندك او الموظفين آه ما هي الخطط الاستراتيجيه القادمه لهذا لهذا الكيان المؤسسي وتطويره من خلال المؤسسه المؤسسه نفسها فتناول العديد من الجوانب واستشهاد بالعديد من الامثله الخاصه في الـ في في, الـ في هذا المجال واكيد انه راح ينعكس بكل تاكيد على علي وعليك وعلى كل الدارسين كل واحد بيرجع لمؤسسته ويطورها اليوم لما انا قلت لكم كل واحد يقدم برزنتيشن عن او يقدم عرض تقديمي عن الفصل السابق هو في اول يوم انت مطلوب منك انك تختار مشروع وتبدا تبني عليه، فلما نتكلم عن الاداره الماليه يجب انك تجي تحط الجزء الخاص في الاداره الماليه في مشروعك، لا. تتكلم عن الموارد البشريه نفس الكلام، فاليوم لو مثلا انا جيت وقلت انا اليوم بأ انا عندي المشروع مالي تطوير مؤسسه الف فانا لما اجي عند وقت وضع الشريحه الخاصه في الموارد البشريه راح اسوي تحليل سوات واحط المعوقات والمخاطر وغيرها وغيرها وغيرها، في اخر البرنامج في اخر الدبلوم راح يكون عندي مشروع متكامل بقدمه لمؤسستي، اخذوا فيه، اخذوا جزء منه، اخذوا افكار منه، في الاخير انا ساهمت في في تطوير المؤسسه اللي انا اعمل فيها او المشروع اللي انا قائم فيه، سواء كنت مدير فانا صاحب قرار او موظف بوصل للمدير واقدم له مشروع فهذا راح ينعكس إيجابا على على المؤسسه وحتى لو ما انعكس ايجاباً على المؤسسه علي انا اصبح عندي المعلومه الكافيه اللي بكره بطور بضع لبنه ايجابيه فاحنا قاعدين نبني كيان مؤسسات بشكل كامل راح ينعكس او انعكس هذا البرنامج وراح ينعكس ايضا حتى على مستوى الاجيال القادمه والفصول السنوات القادمه راح ينعكس على تطوير المؤسسه لكل المؤسسات طيب دكتور خالد يعني هذا البرنامج من 2008 إيه نعم. ابتدى طيب هل كان هذا البرنامج لربطه في مؤسسات الرياضيه في الدوله علاقه؟ او كان هو مثلا خط يراد ان يكون خط اكاديمي منفصل؟ شوف الله يسلمك احنا البدايه في 2008 واحنا اليوم نتكلم عن 2022 نتكلم عن 12 او 11 فوج وان شاء الله الاسبوع الجاي راح يكون تخريج الفوج ال 11 وان شاء الله احنا الحين شغالين مع النسخه والفوج رقم 12 ان شاء الله راح يكملون. البدايه كانت للمدراء في اللجنه الاولمبيه والمسؤولين في الاتحادات او المدراء اللجنه الاولمبيه اول نسخه النسخه الثانيه اتجهنا للمسؤولين في الاتحادات النسخه الثالثه اتجهنا بدأنا نفتح جزء فجزء الى ما وصلنا الحين اصبح متاح للجميع بكل فخر نقول بان احنا في الاكاديميه الاولمبيه القطريه تخرج من عندنا اغلب القيادات في مجلس التعاون م -م. يعني احنا نتكلم عن مسؤولين مروا علينا كثر على مستوى مجلس التعاون تخرجوا من الاكاديميه الاولمبيه القطريه يعني يعني دكتور ما لها علاقه بكاس العالم وكانت خطه قطر بكاس العالم احنا نتكلم عن خطه ابعد من كاس العالم احنا نتكلم عن 2030 ورؤيه جميل. الدوله نظرة الدوله بشكل كامل جميل. حتى على مستوى البرامج اللي نطرحها لان احنا اليوم كاس العالم بكره لكن احنا بعدين عندنا استحقاقات حدث وينتهي اي نعم مم. حتى عندنا استحقاقات قادمه عندنا احداث قادمه حتى آه ما بعد 2000 و 2030 و... في الآسياد وما بعدها نعم. باذن الله تعالى آه طموح استضافه العاب أولمبية طموح استضافه كاس اسيا لكره القدم استضافة اسياد احداث كثيره فاليوم انت ما ما عندك خطه لمرحله معينه انت تتكلم عن عن رؤيه وطن رؤيه نعم. كامله رؤيه شامله رؤيه 2030 احنا نتماشى مع هذه الرؤيه اللي نطور فيها الم... الموارد البشريه وبعدين احنا كمؤسسه او كاكاديميه اولمبيه نعم. نظرتنا الى المجتمعات اجمالا فاحنا قلت لك احنا كاول اكاديميه حتى على مستوى الوطن العربي في 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 فتره كورونا كنا وصلنا الى الى امريكا بحكم انك تتكلم عن امريكا واوروبا بما انك تدرس اونلاين نعم. اصبح الدارسين عندك يوصلونك من كل مكان نعم يعني بلو. اكيد انتم في هذا البرنامج راح يكون موجود الدكتور سليمان البلوشي هو طبعا مدير التنفيذ اللجنه الأولمبية العمانيه سابقا نعم. واكيد راح يكون تكون عنده محاور ولكن نتكلم عن موعد لاطلاق الفصل القادم بشكل مختصر على نعم. اساس ان الناس اللي حابين يسجلون. نعم احنا بالنسبه لنا الـ 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 البرنامج القادم عندنا هو ورشه التثقيف الاولمبي راح تكون اخر الشهر باذن الله تعالى فبامكان المشاهدين أن يلتحقون معنا من خلال القنوات الخاصه في الاكاديميه، اما بالنسبه للفصل القادم هو راح يكون ان شاء الله في, في الشهر القادم في بدايه مم. شهر يوليو. ولكن احنا نتكلم بالنسبه لهم اذا حبوا يسجلون في برنامج الدبلوم عليهم يعني انه ينتظمون من بدايه من بدايه البرنامج، فراح نعلن عن النسخه القادمه ان شاء الله مع قرب انتهاء هذه النسخه تقريبا في في شهر تسعه وشهر ثمانيه راح نفتح باب التسجيل للسنوات القادمه ان شاء الله. جميل دكتور خالد هو الوقت انت بس انا عندي سؤال متى يضاف هذا الدبلوم الى الدراسات الجامعيه والجامعات؟ احنا هذا الدبلوم المتقدم عندنا خطة إن شاء الله راح ترى نور قريبا مع جامعة قطر لوضع ماجستير في الإدارة الرياضية بيكون قريبا ان شاء الله راح نتكلم عنها باذن الله تعالى ولكن الخطط الان والاجتماعات جاري لوضع المناهج ووضع امور كثيره باذن الله تعالى باذن الله شكرا لك الدكتور خالد القحطاني رئيس الاعلام والتسويق في الاكاديميه الاولمبيه القطريه شكرا لك على حضورك وما قصرت واستفدنا منك الكثير الله الله يعطيك العافيه يعطيك العافيه يعطيك العافيه دكتور خالد على جهودكم وما شاء الله انت من الناس يعني اللي نفخر فيك حقيقه الله يبارك فيكم ويسلمكم ان شاء الله مشاهدينا الكرام عندنا فاصل عبد الله انت سيد الفواصل تفضل <applause> نطلع فاصل وبعدين نكمل وياكم برنامج حياتنا مشاهدينا الكرام يولي معهد البحوث الاجتماعيه والاقتصاديه المسحيه جامعة قطر أهمية كبيرة لإجراء المسوح الاستبيانات التفصيلية في كافة القضايا المرتبطة بالمجتمع القطري بهدف تعزيز وعي المجتمع بالتحديات والقضايا الرئيسية طبعا يسعى المعهد من خلال إجراء المسوح المساهمة في تحقيق التنمية الوطنية من خلال الارتقاء بالعلوم الاجتماعية التدريبية والبحوث المسحية نعم وللحديث أكثر مشاهدين عن هذا الموضوع سعدنا أن نستضيف الدكتور المغيرة فضل الله السيد العوض مدير اداره العمليات المسحيه الميدانيه بمعهد البحوث الاجتماعيه والاقتصاديه المسحيه بجامعه قطر حياك الله معنا دكتور المغيره دكتور المغيره يعني المسمى الوظيفي طويل جدا طيب اين المسح في في, و في هذا الاسم المفروض يعني انتم ايضا تختصون في هذا الاسماء يعني اسماء دائما الشباب يخرجوا معنا في المسوح والاعداد والاحصاء دائما ارقامهم وأسماءهم طويله ما سبب في ذلك في البدايه السلام عليكم وانا سعيد جدا اكون معكم اليوم البحوث البحوث المسيحيه هي هي اداء ل لتعزيز تعزيز المعرفه والكشف عن الحقائق وهي اداه من ادوات البحث العلمي التطويل حتى يستطيع المعهد يلبي طموحات والوصول لنتائج دقيقة, دقيقه يعني دقيقه نعم ويطلب انتم طموحات فلسفه الجامعه في فيما يتعلق بالقضايا الاجتماعيه والاقتصاديه بيدرسها المعهد وتطلبها المؤسسات المختلفه داخل الدوله والمهتمين والباحثين داخل الجامعه نعم، يعني لو تكلم وياك دكتور عن فكره المسوح، شنو هي المسوح وشنو هي الاستبيانات التفصيليه اللي انتم تقومون فيها؟ المسوح ادوات جمع البيانات وانواعها في الحقيقه خلينا نقول انه البيانات الاوليه نحن بنجمعها بطريقتين يا يعني طريقه المسح الشامل معنى انه اقوم احصي زي ما تفضلت احصي م. السكان كلهم حول واستقصيهم حول قضيه معينه ده اسمه مسح شامل تعداد يعني او مسح بالعينه مسح, مسح شنو مسح بالعينه عينه من المجتمع م. وهذه العينه يجب ان تكون ممثله للمجتمع بحيث ان النتائج اللي بنتحصل عليها النتائج اللي بنتحصل عليها في النهايه هي النتائج نستطيع ان نسقطها على المجتمع ونكون واثقين بطرق علميه بانه هذه النتائج تمثل فعلا المجتمع مثل يعني ايش الـ 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 انت قلت مسح عام نعم ومسح ايوه مسح عام هذا تعداد تعداد ومسح مسح بالعينه بالعينه مثل يعني اعطنا مثال لو دكتور يعني عشان المسوحه بالعينة التي نحن الان في المعهد نجري فقط من المسوح بالعينه ما بنجري تعدادات شامله التعدادات الشامله يجريها جهاز التخطيط والاحصاء فنحن بنجري مسوح بالعينه بمعنى انه ناخذ عينه من المجتمع من الوحدات السكنيه في المجتمع ونصلهم في منادلهم يعني عمرية معينة مثلا في عمرية معينة أو مثلا تخصص معين يعتمد على القضية التي يريد أن تناقشها تناقشها الدراسة إذا كانت الدراسة موجهة لفئة عمرية في الشباب إذا المؤهلين للدخول في في المسح بالعينة هم فئة الشباب خلينا نقول لحد 24 سنة إذا كان المجتمع كله 18 سنة فأكثر فالمجتمع كله يصبح مؤهل للدخول في المسح بالعينة والوصول أو, او دخول اي وحده سكنيه او اي فرد في المجتمع الفرص مستوية للدخول في طيب في العين دكتور المغيره يعني اداره العمليات المسحيه العمليات المسحيه من قديم الزمن كانت مهمه جدا في الاستشراق كانت في في الغزو في الحروب في في الحضارات الحديثه يعني العمليات المسحيه مهمه جدا كيف ترى اقبال يعني مثلا الشباب القطري من التخصصات الجامعيه وغيرها في هذا التخصص يعني هل يفهم هذا التخصص؟ هل يعي اهميه هذا التخصص؟ طبعا هو هو سؤال جميل جدا وفي في جامعه قطر في تخصص في كليه العلوم والاداب بالاحصاء ويستطيع الطلاب القطريين وغير القطريين التقدم اكثر في في انهم يتحصل على دي دي دراسات عليا برضه لانه في برنامج تاع دراسات عليا في الاحصاء في في في, في نفس الكليه، وكذلك العلوم الاجتماعيه والإحصاء الاجتماعي ونحن ما نحن معهد البحوث الاجتماعيه والاقتصاد المسيحيه منذ تاسيسه في 2008 فتح فرص كبيره جدا للطلاب القطريين في انهم يأهلوا نفسهم في مجال الاحصاء الاجتماعي والدراسات الاجتماعيه الانسانيه تتلقوا تدريب وتدريب ودراسات عليا داخل داخل الدوله داخل الجامعه وخارج الجامعه ففي اقبال نعم في اقبال لانه نحن كباحثين وكممارسين للاحصاء الاجتماعي معنا شباب قطرين ما شاء الله في مو... بنشوفهم داخل الجامعه في مؤسسات مختلفه في جهاز التخطيط والاحصاء في وزاره البيئه في وزاره التربيه والتعليم والتعليم العالي بنلاقيهم في 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 مؤسسات مختلفة معنية بتنفيذ الدراسات الإحصائية والبحوث المسيحية. نعم يعني دكتور أنتم حاليا قاعدين تقومون بدراسة مهمة حول الإنتاجية والتكاليف الزراعية في أمية مزرعة خلنا نتكلم عن هذه الدراسة وين وصلت معاكم طيب نحن جامعة قطر وممثل في معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسيحية بناء على اتفاقية نفسها مع وزارة البيئة نفذنا التعداد الزراعي وكان لنا فرصة اعتقد بداية هذا العام او العام المنصرم تحدثنا عن التعداد الزراعي وتكملة التعداد التح... الزراعي واللي هو كان عملية احصائية شاملة بمعنى انه احصينا كل المزارع في قطر وكل العزب تحوي اللي تحوي ثروه حيوانيه اقتصاديه او او غير اقتصاديه وحصينا اعداد الانعام الموجوده والماشيه الموجوده في قطر تبع لهذا الاحصاء الشامل هناك اهتمام كبير من وزاره البلديه في انه تعرف تكلفه الانتاجيه حتى تستطيع ان تقدم خدمات افضل لمربي المواشي وللمنتج القطري في في مجال المزارع فلذلك كان لابد من وزاره البلديه تعرف بدقه تكلفه المنتج اذا كان منتج حيواني او اذا كان منتج نباتي وهو وهو عمليه يعني شامله ونقدر تقول مع معقده لانه نحن بنتابع المزارع لفتره بتاعت عام في في الموسمين الموسم الشتوي والموسم الصيفي وبنشوف التركيب المحصولي ايش ايش زرعوا من المحاصيل وبنشوف العمليات الفلاحيه بتاعتهم كم كلفتهم م -م. لحد ما المنتج يصل السوق حتى نستطيع ان نحسب بدقه تكلفه هذا المنتج واكيد المعلومات اللي نحن تحصلنا عليها نحن الان اجابه على سؤالك في خلصنا تقريبا 14 شهر تابعنا هذه المزارع وهذه العزب في منتوجها كنا بنزورها كل اسبوع آه والان في في مرحله آه في مرحله آه تحليل البيانات. طيب. نعم؟ دكتور المغيره يعني انا ظاهر زميلي عبد الله بيذاكر من وراي لانه هو جاب سؤال العزب الزراعيه أيوة. هذا السؤال صراحه انا ما خطر على بالي شكلي بعفيك من سؤال بعوضه. <applause> طيب دكتور المغيره الان هل تقدمون دراسه جدوى مثلا يعني عندما تقومون بدراسات مسحيه ميدانيه للعزب والمزارع والناتج من من هذه العمليه انا مثلا عندي مزرعه عاوز اعمل مشروع مزرعه او هناك من يريد ان يعمل مزرعه او ثروه حيوانيه هل تقومون بمحصله نتائجكم هذه بمساعده من يريد ان يتقدم بمشروع برفضه بهذه الارقام كي يعرف جدوى المشروع من عدمه سؤال جميل جدا الارقام والنتائج اذا كان للتعداد الزراعي او اذا كانت ثروة حيوانيه ايوه زراعي بشقيه النبات والحيوان نعم. والحيواني نعم. نحن لما نقول الزراعي بنقصد الاثنين لكن النتائج هذه والتقارير هي متاحه للافراد وللباحثين والمهتمين وتم الاعلان عنها في معرض قطر الدولي الزراعي البيئي في في مارس الماضي في م. في, هذه السنه نعم. واما نتائج التكلفه ف حنعلن عنها إن شاء الله في نهاية ديسمبر وحنشارك إن شاء الله في المعرض الزراعي البيئي برضو في مارس. متاح و... للجمهور نتائج. متاح للجمهور ولكل مهتم ويريد أن يعرف تكفي الحقيقية. للانتاجيه في في قطر عليه ان يعني في ديسمبر ان شاء الله وفي المعرض الزراعي في في مارس 2023 باذن الله شكرا لك طبعا الدكتور المغيره فضل الله السيد العوض وانت مدير اداره العمليات المسحيه الميدانيه بمعهد البحوث الاجتماعيه والاقتصاديه المسحيه في جامعه قطر شكرا لك على حضورك ما قصرت الله خير. سلام شكرا سلام دكتور برد المغيره يعطيك العافيه آه عبد الله ذاكر من وراي انت سؤال بعوضه لحين موجود يمكن صراحه انا شكلي باخذ <applause> خاطري لازم اسالك انا. خلاص نشوف نهاية الحلقة. خلينا نطلع وياك عبد الرحمن مع المشاهدين لموضوع اخر وانجاز جديد لقطاع التعليم حيث حصد طلابنا سبع ميداليات في المعرض الدولي للاختراع والتكنولوجيا والابتكار ايتكس 2022 والذي يقيم في العاصمة الماليزية كوالالمبور. نعم نبارك لهم هذا الانجاز وشاركت من خلاله الفرق البحثية القطرية عن بعد لمعرفة تفاصيل أكثر حول الموضوع والجهود المبذولة في ذلك نتابع هذا التقرير ونعود أيضاً لنكمل الحلقة. في إطار سعيها الدؤوب لتحقيق استراتيجيتها للبحث والتطوير والابتكار 2030، تعمل دولة قطر على احتضان التميز العلمي والابتكار والإبداع وإحراز مكانة متميزة بين دول المنطقة والعالم. بوصفها دوله عالميه الافق ومع توفيرها الفرصه للطلاب الموهوبين لمتابعه شغفهم العلمي وبناء مهاراتهم الى جانب اعدادهم وتدريبهم وصقل قدراتهم الابتكاريه وضعت دوله قطر نفسها بجداره على الخريطه العالميه للابتكار من خلال انجازات ابنائها انجازات كان اخرها فوز عدد من الطلاب والطالبات بسبع ميداليات منها ست ذهبيه وواحده فضيه، وذلك في المعرض الدولي للاختراع والتكنولوجيا والابتكار ايتكس 2022 في العاصمه الماليزيه كوالالمبور. هذا الانجاز الكبير أتى ثمرة للجهد الطويل والمتواصل، إذ يعتبر معرض ايتكس 2022 من أكبر المسابقات العلمية العالمية مشاهدينا الكرام ونكمل معاكم في الانجازات حيث حصدت مدرسة قطر للعلوم والتكنولوجيا الثانوية للبنين ثلاث ميداليات ذهبية عن مجموعة من المشاريع المميزة في المعرض الدولي للاختراع والتكنولوجيا والابتكار ايتكس 2022 صحيح عبد الله وللحديث مشاهدين اكثر يسعدنا ان نستضيف السيد فهد العلي نائب المدير للشؤون الاداريه والطلابيه من مدرسه قطر للعلوم والتكنولوجيا الثانويه البنين حياك الله سيد فهد ومبروك هذا الانجاز ودائما يعني تتحفون القطاع العلمي وقطاع الاختراعات وقطاع المنافسات بجوائز كلما دخلتم منافسه فليت تحدثنا عن هذه المنافسه وكيف استطعتم الحصول على هذا العدد من الميداليات الله يعطيك العافيه اخوي عبد الرحمن اخوي عبد الله, الله. بدايه نمسي على الساده المشاهدين والمستمعين حقيقه ونشكر قناه قطر على الاستضافه واتاحه الفرصه لتغطيه هذا الحدث فيما يخص معرض ايتكس هو معرض سنوي نفس ما تعرفين يخص الابتكارات والتكنولوجيا مجال التكنولوجيا حرصنا عندنا هنا في وزاره التربيه والتعليم بشكل سنوي المشاركه في مثل هذه المعارض طبعا خلينا نتكلم كيف وصلنا للمعرض هذا في نعم. بدايه عبر المسابقات الـ 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 الوطنيه في قطر هنا تقام على المستوى المحلي يشاركون طلابنا جميع طلاب المدارس المدارس الاعتياديه والتخصصيه عن طريق الابحاث العلميه والفائزين الفائزين بالمراكز الاولى يتم ترشيحهم تمثيل البلد. البلد في نعم. هذه المحافل حقيقه السنه هذه اللهم لك الحمد في معرض ايتكس شاركنا بسبع فرق من دوله قطر على مستوى مدارس قطر كامله يعني وحققنا سبع ميداليات سته منهم ذهبيات وميداليه واحده فضيه عشان. يعني حظينا احنا في في المدرسه بثلاث ميداليات ذهبيه عن طريق أبناء الطلبه الحمد لله رب العالمين نعم يعني لو نتكلم عن المشاريع اللي شاركوا فيها الطلاب عندكم في هذه المسابقه المشاريع اخوي عبد يعني ثلاثة فرق اللي شاركت شاركت بثلاث مشاريع، المشروع الاول هو عباره عن اطلق عليه اسم الحاسه السادسه، هو مشروع يخدم اخواننا وعيالنا المكوفين بحيث انه يعطي استشعار على اجسام الملامسه اللي حولهم. المشروع الثاني هو عباره عن طائره درون تفيد او خلينا نقول تستخدم لفرق البحث والانقاذ بحيث انها تكشف الاجسام المضاده والاجسام أو في اوجه البحر او في البر فتساعدهم. المشروع الثالث يخدم البيئه هو عباره عن جهاز مستشعر او خلينا نقول يكشف الاشعه الفوق البنفسجيه بحيث يعطي استشعار لنا احنا البشر لملامسه الاشعه البنفسجيه وخطرها فهذه ثلاث مشاريع استخدموها عيالنا. طيب سيد فهد يعني هل هناك تحديد من الجهه المنظمه سواء كانت مسابقات داخليه او خارجيه مثلا يكون واحد من الاشياء يكون للبيئه واحد مثلا يكون يخص مثلا الناس الحياه الاجتماعيه واحد مثلا يخص فئات مثلا المكفوفين او ذوي الاعاقه او هذا المجال مفتوح انا يعني لاحظ حسب ما ذكرت انت مجال يخص ذوي المكفوفين ذوي احتياجات خاصه واحد يخص مثلا بيئه واحد يخص مثلا اختراع مثلا طائره درون او ما الى ذلك صحيح طرح موافق اخوي عبد الرحمن أه يعني انت عارف اليوم احنا يعني في تطور وفي تسارع أه عيالنا ما شاء الله مبتكرين يعني اقول لك اسماء المشاريع كذا في بين اكثر من برنامج للسرد هذه هو ما في مجال ولكن خلينا نقول في اهتمام وفي فوكس على الجوانب هذه بحيث انه يخدم اخواننا ذوي الاحتياجات ولكن غالبا عن التنميه المستدامه حاليا يعني العالم كله على التنميه المستدامه فتروح على الاشياء البيئه ففي فوكس عليها مباشره. طيب سيد فهد داعم من يعني احنا نحن نعرف ان مثلا جميع دول في العالم انطلاقها للاختراع وللتقدم والتغلب على دول اخرى هم فئه المبدعين والمخترعين. من يدعمكم يعني من يدعم طلاب الثانويه او الاعداديه؟ انا اعلم هناك نادي العلمي مثلا يغطي شريحه معينه ولكن اقصد في وزارات في وزاره التربيه والتعليم والتعليم العالي. عبد الرحمن يعني احنا الدعم الاساسي احنا سيدي سمو الامير يعني انت تعرف كم يعني الميزانية اللي صرفت لصندوق البحث العلمي، احنا يعني خلينا نقول ركيزه اساسيه في قطر هنا على العنصر البشري العنصر البشري والبحث العلمي. فلكن تتخيل حجم الدعم لموضوع التكنولوجيا والموضوع انا اقصد في الوزاره عندكم هي الوزاره فقط ام هناك جهات اخرى لا لا داعمة؟ طبعا هو الوزاره قسم رعايه الموهوبين عندنا في الوزاره هي المتمثله وقسم البحث العلمي عندنا ولكن احنا بالمشاركه مع المؤسسات التربويه من عندك جامعه قطر المؤسسات اللي حولها كلها يعني اليوم في تكامل في, في الجانب هذا ولكن انا اقول لك صندوق البحث العلمي يعني يتبنى بشكل مهيب خلينا نقول على المشاريع هذه فلا دعم كبير يعني عندنا واهتمام كبير يعني من خلينا نقول من المسؤولين عندنا في البلد واكيد شيء حلو انه في يعني تنوع في المشاريع وخصوصا انهم طلاب ثانويه يعني توهم صغار فقاعدين يفكرون في هذه الامور وقاعدين يفكرون في التنوع الكبير من خلال المشاريع لو نتكلم على المؤتمر شوي اخوي فهد وشلون كان تفاعل الطلاب معاكم خلال هذا المؤتمر بعد ما احصدوا هذه الجوائز يعني الميداليه الذهبيه ما تعتبر شيء سهل بعد هذا الانجاز وبعد هذا التعب فكلمنا عن تفاعل الطلاب معاكم في المؤتمر اخوي عبد الله يعني انا اتكلم تحديدا عن طلاب مدرسي وفي الحديث ان شاء الله بسرد لكم على الامور الجوانب الثانيه يعني بالنسبه للطلاب نحن موضوع الابحاث العلميه هذه احنا من ضمن منهجنا احنا مدرسه قطر العلوم والتكنولوجيا هي مدرسه علميه بحته يعني تتبنى منهج استم اللي هو منحنى منحنى ستم ما يسمى منحن ستم هذا يخدم طلابنا في ثلاث مجالات اللي هو الهندسه والطب والتكنولوجيا يعني خلينا نقول المعرض هذا او الابحاث هذه جزء اساسي من منهجهم يعني عندنا الطالب مجرد ما يدخل عندنا خلال السنه مطلوب منه بحث ومشاريع فالحصيله هذه اللي حققوها عيالنا غالبا احنا خلينا نقول يعني الطلاب اللي شاركوا هذول طلاب الثانويه العامه اللي هم يعني بالمناسبه ان السنه هذه هم اول دفع يتخرجون فمن ضمنهم الطلاب اللي حققوا ما شاء الله فهذه حصيله الاربع سنوات يعني تركزت غير ان احنا عندنا في برنامجنا الاعتيادي في المدرسه احنا بشكل سنوي يعني اي مصغر على مسألة قطر عندنا احنا عندنا معرض مشاريع خاص بالمدرسه سنوي يقام لمشاريع الطلاب بحكم جميع مراحلها يعني يكون عندنا يوم في السنه مخصص ويتم تحكيمه عبر اعضاء من البحث العلمي عبر لجان من الوزاره عندنا وعبر محكمين من المدرسه مع الطلاب، فمع رأ... يعني ايتكس مصغر احنا نقول في المدرسه، فنشتغل عليه بشكل يعني يمكن غطيتوه في اكثر من تقرير. فالحمد لله وفق عيالنا فيه طيب. الحمد لله. سيد فهد الان انت تعلم يعني لا يوجد طالب سواء في المرحله الاعداديه المتوسطه او الثانويه ما عنده جوال او اي بهاد يعني يستطيع انه يبحث، يقرا، يستكشف علشان يخرج من هذه او من بحر الانترنت بتجارب تفيد المجتمع ودي توجه رسالة لأبنائنا الطلبة سواء في المراحل الإعدادية أو المراحل الثانوية للانضمام إلى هذه الكوكبة ويعني يركز على أن يبدع في مجال غير الدراسة أيضا يعني أنا ببحث من آخر نقطة أو أرد على آخر نقطة تفضلت فيها أن التكنولوجيا كذا إحنا غالبا ويعني ممكن إحنا كلنا نبهات وكذا مع عيالنا نوجهها من الجوال لا وبساعات وكذا فإحنا نروح من جانب اللعبة نفسها يعني الألعاب الإلكترونية من غير ما نذكر أسماء حاليا يعني الوقت اللي يظهر ممكن اللعبه هذه يعني تكون ينبي قدراته عن طريق اللعبه هذه او التحكم بحيث انه يكون في جانب يستفيد منه في تصميم اللعبه هذه، انا اتكلم عن طلابي يعني امانه واكتشفت نعم. هذه حديثا اني اشتغلت مع الطلاب. يعني ممكن تصمم اللعبه. بدل ما انت تقول لي انا العب وكذا، اوكي عرف كيف تصمم اللعبه هذه، ادخل على البرامج، اليوم انت تدخل فيه يوتيوبر، تدخل برامج كثير تعلمك شلون تصمم الالعاب من, من الالف للياء من الالف للياء نعم ف يعني اقول حق عيالنا يعني الحياه لعب ودراسه والى اخره لكن ممكن اللعب هذه نحولها الى الى مشروع تجاري مشروع أيوة. تجاري نعم اكيد إينا. اكيد طبعا كل الشكر لك السيد فهد العلي وانت نائب المدير للشؤون الاداريه والطلابيه في مدرسه قطر للعلوم والتكنولوجيا الثانويه للبنين يعطيك العافيه وما قصرت على حضورك وباذن الله يعني طلابنا يتفوقون في الدراسه وايضا في البحث العلمي. يعطيكم العافيه والى الامام دائما وجني الذهب ايضا. بالمستقبل ان شاء الله باذن الله, الله. عبد الرحمن عندنا الحين اتصال وعندنا موضوع ثاني ايش رايك نطلع فيه أه، ترى هذا ما يغفر لك اني راح اسالك سؤال <applause> خلينا يا. نطلع وياكم مشاهدينا الكرام وفق رؤيه طموحه اعلنت جامعه قطر رسميا اطلاق كليه للتمريض لتصبح الكليه الخامسه تحت مظله قطاع العلوم الصحيه والطبيه والحادية عشرة في قائمه الكليات في الجامعه صحيح عبد الله وفقا لاعلان الجامعه مشاهدينا الاعزاء ستبدا الكليه ابتداء من خريف 2022 كما تقدمت في الحلقات السابقه تقدم برنامج مدة اربع سنوات للحصول على بكالوريوس تمريض. طبعا الحديث اكثر حول اطلاق كليه للتمريض يسعدنا ان يكون معنا عبر الهاتف الدكتوره هبه بوادي وهي مديره مديره الاستراتيجيه وتطوير البرامج في جامعه قطر، في البدايه راح فيك ويانا في برنامج حياتنا وخلنا نتكلم عن كليه التمريض هذه واطلاقها رسميا ان شاء الله خلال الفصول القادمه. آه بسم الله الرحمن الرحيم. بداية اسمحوا لي أن أشكر تلفزيون قطر لتسليط الضوء دائما على آخر مستجدات البرامج الأكاديمية في جامعة قطر. فشكرا لكم أعزائي. آه جاء إنشاء كلية التمريض بجامعة قطر ترسيخا لرؤية قطر 2030 اللي طبعا تركز على أهمية بناء القدرات القطرية في كافة المجالات، لكن هنا أريد أن أنوه إلى مجال او اهميه بناء القدرات والكفاءات في مجالات الرعايه الصحيه. كما تفضلت حضرتك قطاع العلوم الصحيه او القطاع الطبي في جامعه قطر يضم اكبر كوكبه من التخصصات الاكاديميه في البلد يضم في تحت هذه المظله خمس كليات هي كليه الطب، كليه طب الاسنان، كليه العلوم الصحيه، كليه الصيدله واخيرا كليه التمريض آه يقدم القطاع تقريبا 18 تخصص من آه وش... 18 شهاده بدرجات مختلفه في تخصصات مختلفه ابتداء آه من البكالوريوس وانتهاء بدرجه الدكتوراه في مجالات طبيه نعم. متعدده. طيب دكتوره هبه يعني لو تكلمنا فقط عن آه التمريض كم نعم. هو سقف القبول من عدد الطلاب في آه خريف 2022؟ هو ان شاء الله نحن نطمح الى ان نصل الى 80 او 90 طالب في الدفعه الواحده ولكن سوف نبدا بقبول 40 ل 50 طالب تزيد تدريجيا الى ان تصل قدرتنا الاستيعابيه الى 80 او 90 طالب في الدفعه الواحده ان شاء الله. نعم، يعني الدكتوره هبه لو نتكلم وياك عن المعايير، هل هناك معايير لقبول الطلاب في كليه التمريض؟ طبعا اكيد. آه خليني بس آه بالبداية أخبرك أنه تخصص آه التمريض ودراسة التمريض آه تغير عن زمان، وهاي الرسالة بحب أوجهها للأهالي أنه وللطلبة ولذويهم طبعاً من كلا الجنسين انه التمريض الان من التخصصات المهمه جدا وبالتالي هذا سينعكس على معايير القبول رح يكون الحد الادنى لمعدل الثانويه العامه 70% رح يكون هناك اجتياز للامتحانات المعياريه في اللغه الانجليزيه والرياضيات وطبعا يكون طالب ماخذ الكيمياء ماده الكيمياء وماده الاحياء فتقريبا هاي هي المعايير الدنيا للقبول في كليه التمريض ان شاء الله طيب دكتورة ودنا تنصحين يعني المتقدمين إلى هذا التخصص اللي هو التمريض يعني في خريف 22 علما بأن هذا التخصص أصبح من التخصصات المطلوبة في أنحاء العالم بل زاد الطلب عليه في العالم بعد أزمة كورونا صحيح حقيقة مهنة التمريض اسمح لي أسحب قليلا مهنة التمريض هي عن جد مهنة أساسية وهي عصب الرعاية الصحية للارتقاء ب يعني مستوى الرعاية الصحية في البلد عنا تحدي وهو نسب التحاق الطلبة المواطنين من من كلا الجنسين طبعا أبناء القطريات ببرنامج التمريض نعم. التحدي مش سهل ولكن إن شاء الله كلنا ثقة ب نعم. إنه الان هو برنامج وطني بجامعه وطنيه يعمل على انشاء برنامج باعلى المعايير الدوليه نعم نامل ان نستقطب هؤلاء الطلبه هناك خطط مستقبليه لبرامج دراسات عليا ان شاء الله نعم. لتخصصات دقيقه ببرنامج التمريض طبعا الارتقاء بهذه المهنه، هناك حاجه كبيره نعم. جدا اكيد العمل. اكيد يعني اكيد يعني الدكتوره هبه بوادي وانت مدير الاستراتيجيه ومدير الاستراتيجيه وتطوير البرامج في جامعه قطر، يعني اكيد احنا راح نشوف الكثير من الطلاب اللي ممكن انه ينضمون لهذا المجال لانه مجال جدا مهم ومحتاجينه في دولتنا ونرجو يعني من انا تكلمت في هذه الجزئيه مع اخونا نايف المسلماني في الحلقه قبل يومين عن الطالب هو داخل الجامعه لازم ينظر ماذا تحتاج الدوله من تخصصات ويختار تخصص الافضل ويختاره ولكن في الختام نود يعني من اولياء الامور والطلبه يشدون حيلهم باقي على الاختبارات اسبوع وتنتهي شدوا حيلكم هو اسبوع ان شاء الله وتعطلون ونتمنى لكم اجازه سعيده. وياكم مشاهدي الكرام وصلنا لختام حلقه اليوم من برنامج حياتنا اسبوع ونهايه اسبوع ان شاء الله تكون سعيده عليكم والبعوضه عندها 12 عين، اشوفكم ان شاء الله في إلا الاسبوع الجاي.